إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنه الأحد الذي لا يعبد سواه، الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بفقرها وحوائجها وسؤالها. فأخذ ذلك السواك من يدها ونظر إليه وقال: يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج إذ رأى إبراهيم عليه السلام فقال: أقرئ أمتك مني السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: ها قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذوق ألم ذلك الذنب وتعيش حرارته في قلبها.